اجتاز الجمال من العذار الغيد، وسبى العيون بطول جيد أجيد. فرس غر مضمر مثل المها، لكنه إن صال صال كمزبدي. في حلقة جديدة من سلسلة برنامجكم مرابط عربية، نخصصها اليوم لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، كي تكون بمثابة تقديم وإطلالة على مسيرة هذه التظاهرة الرياضية والجمالية الراقية. فالبطولة التي يسعد عشاق جمال الخيل العربي بقراءة أولى صفحاتها في 15 من مارس الجاري، كانت قد خرجت للعالم منذ أن استهلت مسيرتها الأولى عام 2004 حدثاً رصيناً ومفعماً بالإثارة، وظلت تسجل على مدى دوراتها المتعاقبة نجاحاً استثنائياً، وتسطر أدباً راقياً في عروض وبطولات الجمال، لتحلق في سماء الإبداع والتألق وهي تزهو وتسطع وثوقاً بعد أن أرست معايير الجودة والتميز في عالم عروض ومسابقات جمال الخيل العربي، وجاءت متسقة والمكانة المرموقة التي تتبوأها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمركز عالمي للإشعاع الحضاري والرياضي معا، تمتلك القدرة والآليات لاستضافة وتنظيم هذه البطولة الفريدة والمتميزة، والتي ظلت محافظة على قدرتها في استقطاب نخبة خيول الجمال من الساحة المحلية والعالمية، في تأكيد صريح ودلالة قاطعة للسمعة والمكانة التي تشغلها البطولة. بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه، وبرعاية متميزة من سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتأكيدا على الالتزام والحرص على إعلاء شأن الجواد العربي وتعزيز مكانته ودوره في الحياة العامة، يسعد عشاق جمال ومفاتن الخيل العربي وعلى مدى 3 أيام اعتبارا من 15 من مارس بمتابعة فعاليات الدورة 9 من بطولة دبي للجواد العربي، الملتقى الأمثل والمقصد الجذاب للصفوة من خيول الجمال حول العالم، يترصد أخبارها عشاق هذه الرياضة في جميع أرجاء المعمورة، ويتوق أرباب وملاك خيول الجمال لنيل شرف المشاركة في فعالياتها، كما تحرص مختلف المزارع والمرابط المعنية على الدفع بأجود ما جادت وأنتجت من خيول الجمال. لقد تضمنت بطولة دبي الدولية للجواد العربي ومنذ انطلاقة نسختها الأولى، وهي تحمل تصنيفا من الفئة باء، تضمنت مقومات وعناصر نجاحها وتألقها، فخرجت ثرية ومتكاملة من حيث المحتوى والمضمون والأهداف والغايات المنشودة من تنظيمها وإقامتها، لتواصل وتيرتها المتسارعة نحو آفاق جديدة ورحبة من التطور والازدهار بفضل الدعم والتوجيهات السامية والرعاية الكريمة، بجانب تنامي خبرات فريق العمل وحرصه الدائم على إخراج الحدث في قالب احترافي متجدد بالأفكار الخلاقة والمبادرات الإبداعية، فضلاً عن اهتمامه الفائق بالمتطلبات الدقيقة للعرض التي تشترطها المنظمة الأوروبية للخيل العربي الإيكاهو بتقديم خدمات وتسهيلات نموذجية عالية الجودة والحداثة توفر وتراعي المشاركة الآمنة والمريحة للخيول والعارضين
بجانب استفادة البطولة من التسهيلات المتميزة والمرافق العصرية بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي ساهم بخبراته المتخصصة والواسعة بالإضافة إلى شبكة اتصالاته التجارية العالمية ساهم في تعزيز مكانة البطولة. المشاركة القياسية والغير مسبوقة لأفضل وأجود خيول الجمال من جميع أقطار وقارات العالم جعل من بطولة دبي الدولية للجواد العربي حدثاً اجتماعياً وتنافسياً مثيراً ورائداً، ومن أهم المناسبات من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تسلط الضوء على صفات الجمال والأناقة والرشاقة والقوة التي تشتهر بها سلالات الخيل العربي الأصيل، وليس أدل على النجاح الذي حققته البطولة زيادة الكبيرة في عدد المشاركين في فعالياتها عاما إثر عام، فقد استقطبت البطولة في دورتها الثالثة 295 خيلا، وبزيادة في عدد المشاركين بنسبة بلغت نحو 25% مقارنة بالدورة الثانية من البطولة والتي شهدت مشاركة 247 خيلا بزيادة بلغت نسبتها 18% عن ما شهدته في دورتها الأولى التي استقطبت مشاركة 250 خيلا، لتشهد فعاليات النسخة الرابعة مشاركة متميزة على المستويين النوعي والكمي، قوامها 251 خيل ارتفع بالنسخة الخامسة إلى 270 رأس، وذلك قبل أن تجذب البطولة في نسختها السادسة مشاركة هي الأولى من نوعها، إذ ضمت القائمة 392 خيلا من أنقى السلالات، نحو 142 خيلا من تلك الخيول هي من خارج الدولة، من بينها 7 خيول من أبطال العالم، بالإضافة إلى 32 خيلا في أعلى مراتب عروض الجمال. وتحت تصنيفها الجديد تايتل شو، شهدت بطولة دبي الدولية للجواد العربي في نسختها السابعة عام 2010 شهدت مشاركة 213 خيلا، وهي مشاركة عددية ونوعية غير مسبوقة في بطولات التايتل شو الخمس على مستوى العالم. ارتفع العدد في النسخة الثامنة من البطولة إلى 276 رأساً، بضمنهم 192 خيلاً يشارك في مسابقات الجمال وفقاً لقواعد المنظمة الأوروبية لعروض الخيول العربية إيكاهو، فيما بلغ عدد الخيول المشاركة من دولة الإمارات نحو 103 خيول، أي ما يعادل حوالي 37% من جملة الخيول المشاركة. وبلغة الأرقام، اجتذبت بطولة دبي الدولية للجواد العربي عبر مسيرتها وعلى مدى دوراتها الثمانية الماضية اجتذبت مشاركة نحو 2194 رأساً من خيول الجمال العربية الأصيلة، غير أنه على الرغم من أهمية ودلالات هذه الأرقام إلا أنها تتضاءل أمام نوعية وجودة الخيول التي ظلت تستهدف فعاليات البطولة من أبطال مسابقات الفئة ألف الأوروبية ونجوم العالم في بطولات وعروض التايتل شو في مختلف الفئات. تميزت بطولة دبي الدولية للجواد العربي وتفردت بوفرة وثراء جوائزها المالية القيمة التي رصدت لها والبلغ 4 ملايين دولار، الأمر الذي جعل منها البطولة الأغنى في العالم في مسابقات الجمال، جانب كونها الأرفع منزلة وقدرا من حيث أبعادها الإدارية والتنظيمية ورفعة مستواها الفني والتنافسي وقدرتها على استقطاب الصفوة والخيار من الخيول الأبطال من جميع قارات العالم، مما أهلها للحصول في دورتها الرابعة في إبريل من العام 2007 على أعلى درجات التصنيف الدولي في مسابقات الجمال الفئة ألف، وذلك قبل أن تنال اعتباراً من العام 2010 أعلى المراتب حسب تصنيف المنظمة الأوروبية لعروض جمال الخيل العربي الإيكاهو وهو التايتل شو، وكخامس بطولة في العالم تحظى بهذا الشرف الدولي الرفيع.
وبهدف تشجيع الملاك المربين والمنتجين على تطوير وتحسين سلالات الخيول العربية والارتقاء بها إلى أرقى المواصفات العالمية. شملت اهتمامات بطولة دبي الدولية للجواد العربي شملت الخيول المحلية والمخصصة للسباقات وسباقات الماراثون، إذ ظلت ومنذ انطلاقة دورتها الثانية توفر وتفرد مساحة واسعة لتلك الشريحة من الخيول المحلية لتستعرض إمكانياتها ومقوماتها الجمالية وتتنافس فيما بينها، وبمعزل عن مجريات البطولة ونظم ولوائح الإيكاهو وخارج مظلته. وقد ظلت هذه المنافسة التي رصدت لها اللجنة المنظمة العليا جوائز مالية وعينية قيمة ظلت تشهد تواجد ومشاركة كوكبة رائعة من خيول الجمال المحلية. قد شكلت الفعاليات المتعددة والمثيرة التي يتم تنظيمها على هامش وشرف البطولة، ابتداء بكأس دبي الذهبي الذي طرح لفترة مؤقتة بهدف تطوير البطولة وترويجها على نطاق عالمي وفي أعرق دول العالم التي تنتسب للمؤتمر الأوروبي لمنظمات الجواد العربي، واشتهرت بإقامة وتنظيم مسابقات جمال الخيل العربي ومرورا بمشاركة العديد من الأندية والمراكز المتخصصة في رياضة قفز الحواجز وتعليم ركوب الخيل والعديد من الفقرات الجذابة والفعاليات التراثية المتنوعة بجانب المسابقات والعروض والمنتجات الفنية، والتي يتم من خلالها عرض مجموعة من اللوحات والمنحوتات الفنية الرائعة المتعلقة بعالم الخيل ودنيا الفروسية الناطقة بمفردات التراث. شكلت إضافة نوعية قوية للبطولة وأسهمت بقدر كبير في جذب المزيد من الزوار من محبي الفروسية وعشاق جمال الخيل العربي، وتحويل أيام البطولة إلى مهرجان وعرس للفروسية ينطق بكل معاني الألق والحداثة والجمال. ولعل من أبرز ملامح التطوير الذي شهدته بطولة دبي الدولية للجواد العربي في دورتها الثانية انطلاقة فعاليات الدورة الأولى من معرض دبي الدولي للجواد العربي، المعرض الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وقد حقق المعرض على مدى دوراته المتعاقبة التي ظلت تشهد زيادة ملحوظة في مساحة العرض وعدد العارضين بنسبة نمو سنوي تجاوزت حاجز 15%، حقق استجابة كبيرة في أوساط المهتمين بمجالات الفروسية، وظل يطرح تشكيلة واسعة من أبرز وأحدث ما أنتجته المؤسسات والشركات في تجارة مستلزمات الخيل ورياضة الفروسية من معدات وخدمات، وبمشاركة متميزة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المعنية. كما ظل المعرض يوفر المنصة المثالية والأجواء التجارية المناسبة التي تجمع المختصين والمساهمة في تسهيل مهام العارضين في إيجاد عملائهم وضمان تزويدهم بأحدث المنتجات في هذه الصناعة العالمية الهامة. وقد شهد المعرض في دورته الأخيرة مشاركة واسعة ومتميزة ضمت أكثر من 200 شركة من 35 دولة حول العالم، تمثل كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج أحدث مستلزمات الخيل والفروسية في مجال المعدات والعناية بها، بالإضافة إلى مجالات الطب البيطري والأعلاف والتغذية وإنتاج المعدات والتقنية الحديثة. تستوطن ابنة الجواد أشهل الريان والفرس ماي سيلك المهرة الجميلة جميلة الزبير العائدة للشيخ عبد الله بن محمد الثاني، والتي خاضت التحدي على لقب الفئة الأولى المخصصة للمهرات بعمر سنة واحدة
تستوطن ذاكرة البطولة كأول خيل يدخل حلبة العرض لتدشن رسميا انطلاقة منافسات بطولة دبي الدولية للجواد العربي في دورتها الأولى، فيما نالت المهرة ماجورا المنحدرة من نسل غزال الشقب والفرس مارغوتكا شرف الفوز الأول في مسيرة البطولة بعد أن انتزعت لقب الفئة الأولى المخصصة للمهرات بعمر سنة واحدة لتهدي المملكة العربية السعودية الإنجاز الأول في بطولة دبي الدولية للجواد العربي بعد أن جمعت من النقاط 92 نقطة. وذهبت ماجورا والتي كانت بطولة دبي الدولية شاهدة على ميلاد نجوميتها وأول إنجازاتها، ذهبت من بعد لتزين مسيرتها بألقاب العديد من البطولات على الساحة الدولية وبذهبية الأفراس في بطولة أخن الألمانية لجمال الخيل العربي وفضية بطولة العالم باريس 2011 في فئة الأفراس. مربط عجمان لم يكن بعيدا عن حلبة الفوز ومنصة التتويج في النسخة الأولى من البطولة بعد أن نجحت ابنة الجواد ليجاسي أوف فيم والأم الفرس فيا دولوروسا المهرة الأنيقة ليجاسيس روسينا العائدة لسمو الشيخة آمنة بنت عمار بن حميد النعيمي في انتزاع لقب الفئة الثانية والمخصصة لمشاركة المهرات بعمر السنتين في أول إنجاز يستوطن ذاكرة البطولة لخيول مربط عجمان، سرعان ما عززته زينة المهرات والتي لم تمهلها الأيام طويلاً. المهرة الأنيقة سندس الناصر المنحدرة من نسل الفحل RN أشهل بانتزاع لقب الفئة الثالثة والمخصصة للمهرات بعمر 3 سنوات بعد أن حصدت من النقاط 91 نقطة فاصل 67 وذلك في أعقاب منافسة ساخنة جمعتها مع المهرة الجميلة جوهرة النايف العائدة للشيخ عبد الله بن ناصر الثاني ورفيقتها بمربط عجمان المهرة جيجي باليرينا العائدة لسمو الشيخة آمنة بنت عمار بن حميد النعيمي. تميزت فعاليات النسخة الأولى من البطولة بقوة المنافسة بين الخيول الإماراتية وتلك القادمة من المرابط السعودية والقطرية، غير أن نتائج أشواط البطولة الأربع الرئيسية بالختام جاءت عادلة ومرضية للجميع، حيث عادت بطلة الفئة الثانية بالتصفيات التمهيدية المهرة الرائعة سندس الناصر العائدة لسمو الشيخة آمنة بنت عمار بن حميد النعيمي، عادت في ختام البطولة وهي أكثر جمالاً وإشراقاً لتتوج مشاركتها بلقب بطولة المهرات وتتربع على قائمة الشرف كأول الفائزين بلقب بطولة المهرات في سجل ومسيرة هذه البطولة التي سطع نجمها منذ ميلاد نسختها الأولى، فيما كان المركز الثاني من نصيب المهرة جوهرة النايف العائدة للشيخ عبد الله بن ناصر الأحمد الثاني. استمر التنافس قويا وساخنا بين المرابط الإماراتية ممثلة بمربط عجمان والسعودية ممثلة باسطبلات الخالدية على لقب بطولة الأمهار والتي جمعت 6 متنافسين، كان الاختيار بينهم يمثل خيارا صعبا للجنة التحكيم، غير أن الكلمة جاءت أخيرا لصالح بطل الفئة السابعة والمخصصة للأمهار بعمر سنة واحدة المهر معتز البوبي العائد لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز والذي حظي بشرف التتويج بطلا للأمهار، فيما كان مركز الوصافة من نصيب المهر غجري العائد لسمو الشيخ أحمد بن عمار النعيمي.
وصلت خيول الصبلات الخالدية تألقها وسلسلة إنجازاتها الرائعة بالنسخة الأولى من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وذلك بعد أن تمكنت الفرس الجذابة WN Found Obsidian العائدة لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والتي نالت شرف الفوز بلقب الفئة السادسة والمخصصة لمشاركة الأفراس بعمر 7 إلى 8 سنوات بالتصفيات التمهيدية. تمكنت من تتويج مشاركتها بلقب بطولة الأفراس، فيما اكتفت الفرس لين الناصر العائدة للشيخ نواف بن ناصر الثاني بمركز الوصافة بعد أن أحرزت بطولة الفئة الخامسة بالتصفيات التمهيدية والمخصصة للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات. أبا الفحل الأشهب والنجم العالمي إسكابا بن نفرندي والعائد لسمو الشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي أبى إلا وأن يتوج مشاركته بفاصل استعراضي جاء قمة في الأناقة، مبهرا الحضور بجماله وتناسقه ورشاقته، ينتزع عن جدارة واستحقاق بطولة الأفحل في ختام البطولة، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفحل فريد نايل مون العائد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. الجدير بالذكر أن البطل إسكابا بن نفرندي كان قد نال لقب الفئة 11 والمخصصة لمشاركة الأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات بالتصفية التمهيدية. في دورتها 28 على التوالي وهي تحمل تصنيفا رفيعا من فئة التايتل شو، شكلت بطولة دبي الدولية للجواد العربي تجمعا نادرا وفريدا لصفوة خيول الجمال حول العالم، بعد أن اجتذبت مشاركة متميزة على المستويين النوعي والكمي، وفدت من 24 دولة من جميع القارات، حيث شهدت البطولة تواجد ومشاركة 3 من الأفراس حصلن على ذهبية بطولة العالم، تقدمتهن نجمة مربط دبي للخيول العربية إفتي شيلا، والتي تحتفظ أيضا بلقب كأس الأمم للمهرات بآخن الألمانية عام 2010 بجانب بطولة التاج الثلاثي، والبطلة العالمية الفرس لبنى بجانب بانديروس الحائز على لقب بطولة العالم للأفحل. هذا بالإضافة إلى عدد من الأفراس الحائزات على الميداليات الفضية والبرونزية في منافسات دولية لها قدرها ومكانتها، فضلا عن عدد من الخيول التي تركت بصمتها في عدد من البطولات الأوروبية المتميزة. تميزت مجريات التصفيات التمهيدية للبطولة بالقوة والإثارة، وشهدت منافسة ساخنة في مختلف الفئات بالنظر إلى الجودة العالية في نوعية الخيول المشاركة بالبطولة، التي شهدت تألقا ملفتا لخيول مربط عجمان التي سجلت حضورها القوي وتركت بما تتمتع به من مقومات جمالية انطباعا قويا في أروقة البطولة، ونجحت في انتزاع عدد من الألقاب والمراكز المتقدمة بالتصفيات التمهيدية قبل أن تتوج مشاركتها وتعزز تألقها في ختام البطولة بانتزاع ذهبية المهرات والأفراس. حملت منافسات اليوم الأول مؤشرا قويا لبطولة هي الأولى من نوعها في مسابقات وعروض جمال الخيل العربي، بعد أن جمعت منافساتها نخبة من صفوة خيول الجمال. أولى منافسات التصفيات التمهيدية على ألقاب الأشواط الرئيسية خصصت للمهرات بعمر سنة واحدة، ونظراً للوفرة والكثافة العددية للخيول المشاركة في هذه الفئة تم تقسيمها إلى مجموعتين. الفئة الأولى ألف وضمت 16 مهرة، نشدنا المجد والشهرة، وقد حظيت المهرة الأنيقة عين جيم سيادة من مربط عجمان بشرف الفوز بلقب نجمة الافتتاح بعد أن خاطفت الأنظار بجمالها الأخاذ لتحصل على المركز الأول برصيد 92.88 نقطة،
لتضمن التأهل والمشاركة. بالختام مع وصفتها نجمة الخالدية المورا مياسة الخالدية العائدة لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والتي جمعت من النقاط 91.25. في منافسات المجموعة الثانية الفئة الأولى باء، كانت ابنة الفحل المعروف مروان الشقب المهرة عين جيم سواهي من مربط عجمان والمنتشية بجائزة قطر الذهبية عام 2011، كانت على الموعد بعد أن حصلت على أعلى النقاط بلغت 93.63، لتحتل المركز الثاني المهرة ستيف لاري بي جي المملوكة لمحمد بن عبد الله السبيعي برصيد 91.50، ليذهب المركز الثالث إلى المهرة الأريام سلمى من اسطبلات الأريام العربية. وذهبت نجمة الإنتاج المحلي بمربط عجمان المهرة الرائعة عين جيم سواهي، والمولودة في الأول من يناير من العام 2010، ذهبت لتتوج مسيرتها في مرحلة لاحقة بلقب بطولة كأس الأمم بأخن الألمانية، قبل أن تذهب لتحط رحالها بالعاصمة الفرنسية باريس لتنتزع لقب بطولة كأس العالم للمهرات في ثاني إنجاز لخيول الإنتاج الإماراتي في هذا الملتقى التنافسي العالمي المميز. أولى إنجازات مربط دبي للخيول العربية بالبطولة جاءت على أيدي الفرس الرائعة إفتي شيلا والمنحدرة من أسل الفحل المميز شايل دريم ديزرا والأم الفرس سول بريتي تي جي سي، والتي تمكنت ببراعة من انتزاع المركز الأول في منافسات الفئة الرابعة والمخصصة للأفراس بعمر 4 إلى 6 سنوات، وذلك في أعقاب فاصل راقي أكد أناقتها وجمالها الأخاذ لتحقق أعلى معدل للنقاط بلغ 93.75، فيما كان المركز الثاني من نصيب منافساتها الفرس الأنيقة بدوية AA من مربط عجمان برصيد بلغ 93.63. يذكر أن الفرس إفتيشيل الفائزة بلقب بطولة المهرات ببطولة دبي الدولية للجواد العربي وكأس الأمم للمهرات بأخن الألمانية عام 2010 كانت قد أهدت مربط دبي للخيول العربية ذهبية بطولة العالم للمهرات، كما تم تتويجها بلقب بطولة التاج الثلاثي بعد أن نجحت في إحراز بطولة كأس العالم للمهرات والذي يمثل الثالث جولات هذه البطولة. لم يشأ البطل العالمي بانديروس العائد لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز أن تختتم التصفيات التمهيدية من البطولة دون أن تخلف خيول مزرعة الخالدية بصمتها، فكان نجم الأمسية بلا منازع بعد أن انتزع لقب الفئة العاشرة والمخصصة للأفحل بعمر 4 إلى 6 سنوات حاصلا على أعلى معدل للنقاط بالبطولة بلغت 95.13 بإجماع لجنة التحكيم، يضمن تسجيل حضوره القوي بالختام في محل ممفيس 27 من مربط عجمان وصيفا له برصيد 93.28. بتواجد ومشاركة خلاصة ما جادت به مزارع إنتاج وتربية خيول الجمال العربية الأصيلة، كان التنافس قويا وساخنا على ألقاب الأشواط الرئيسية بالنسخة 8 من بطولة دبي الدولية للجواد العربي. استهلت أولى المنافسات كما درجت العادة بتحديد هوية البطلة الذهبية في فئة المهرات، حيث كانت النجمة وبطلة الفئة الثالثة المهرة ألما التيجيليو من مربط عجمان كانت حاضرة لتجيب على كل الأسئلة الصعبة،
مختلفة قدمت فاصلاً من الإبداع والجمال نالت عليه الرضا والاستحسان، وتوجته بذهبية بطولة دبي 2011 للمهرات، فيما اكتفت رفيقتها بالمربط بطلة الفئة الأولى باء المهرة عين جيم سواهي بمركز الوصافة لتظفر بالجائزة الفضية، ليكون المركز الثالث والجائزة البرونزية من نصيب المهرة الألمانية ميريا أو إس من فريق بافاريا. المنافسة الخاصة ببطولة الأفراس لم تكن أقل قوة وإثارة عن سابقاتها، فبعد أن نالت بطولة الفئة السادسة والمخصصة للأفراس بعمر 10 سنوات فما فوق، عادت البطلة العالمية ونجمة مربط عجبان الفرس لبنى وهي أكثر جمالاً وإشراقاً، وقدمت عرضاً رشيقاً أكد مقوماتها الجمالية لتزين مسيرتها بذهبية بطولة دبي الدولية 2011 للأفراس، لتحل الفرس الجميلة إفتي شيلة من مربط دبي للخيول العربية وصيفة لها وتستحوذ على الجائزة الفضية، فيما ذهب المركز الثالث والجائزة البرونزية للفرس والبطلة العالمية بنرايا باي بالوان من مربط عجمان، والتي كانت قد أحرزت بطولة الفئة الخامسة والمخصصة للأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات بالتصفية التمهيدية. وقد تفضل سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم راعي البطولة بتتويج الفائزين عقب إعلان النتيجة. اتسمت المنافسة على لقب البطل الذهبي للأمهار بالقوة والسخونة، نظراً للجودة العالية في نوعية الأمهار المشاركة والتقارب الكبير في مستوياتها، غير أن الكلمة والقول الفصل جاء من بطل الفئة التاسعة والتي خصصت لمشاركة الأمهار بعمر 3 سنوات، المهر الأيال AA ملك شركة الأيال، والذي تمكن من حسم المنافسة لصالحه لينال الجائزة واللقب الذهبي، فيما كان المركز الثاني والجائزة الفضية من نصيب المهر كنز البداير العائد للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، ليكتفي المهر الواعد وناس الزبير العائد للشيخ عبد الله بن خالد بن عبد الله الثاني بالمركز الثالث والجائزة البرونزية، بعد أن أحرز بالتصفيات التمهيدية لقب الفئة السابعة والمخصصة للأمهار بعمر 1 سنة. على الرغم من المنافسة القوية على لقب ذهبية الأفحل، إلا أن حامل لقب ذهبية بطولة العالم العام 2010 في فئة الأفحل بانديروس العائد لسمو الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز كان على الموعد لتعزيز تألقه بالبطولة، وذلك بإضافة إنجاز جديد إلى رصيده العامر بعد أن تمكن من تتويج مشاركته بانتزاع اللقب الذهبي في فئة الأفحل، فيما كان المركز الثاني والميدالية الفضية من نصيب الفحل مراج العائد للشيخ محمد بن سعود بن سلطان القاسمي، لينال ممفيس 27 من مربط عجمان المركز الثالث والجائزة البرونزية. كانت بطولة دبي الدولية للجواد العربي قد استحدثت في نسختها السادسة، والتي انعقدت خلال الفترة من 19 إلى 21 من مارس عام 2006
استحدثت نظاما جديدا يقوم على منح جائزة ذهبية للفائز بالمركز الأول وأخرى فضية لصاحب المركز الثاني وجائزة برونزية لصاحب المركز الثالث في كل شوط من أشواط البطولة الرئيسية، حيث تم رصد 250 ألف دولار لكل من حامل ذهبية الأفحل وذهبية الأفراس، فيما نال الفائزين بذهبية الأمهار والمهرات 200 ألف دولار، كما تم رصد 350 ألف دولار للفائزين بالميدالية الفضية و100 ألف دولار للفائزين بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، كما درجت البطولة على تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى بالتصفيات التمهيدية بجانب الفائزين بالمسابقات المخصصة للخيول المحلية والتي تجري منافساتها خارج مظلة الإيكاهو. لقد كانت انطلاقة بطولة دبي الدولية للجواد العربي بمثابة فاتحة عهد جديد ونقلة نوعية كبرى في بطولات جمال الخيل العربي المحلية والدولية، بعد أن اتخذت من الجودة شعاراً ومن التميز هدفاً لها، فتعززت جاذبيتها وقدرها وترسخت مكانتها، ولعل حصولها على أعلى مراتب التصنيف بجانب حرص كوكبة هي من ألمع خيول الجمال من الساحة العالمية والمحلية ومن أعلى المستويات على المشاركة في فعالياتها، هو خير دليل على المكانة والسمعة الحسنة التي اكتسبتها هذه البطولة التي تمضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مراقي الكمال والريادة لتمثل إحدى الإشراقات الإماراتية النبيلة في عالم جمال الخيول العربية.